السلام عليكم ومساكم الله بالعافية والطاعة والنور. كان قد نصحني صديق ألا أطيل في سناباتي حتى لا يمل الناس، ومعاه حق، ولكن هناك بعض المواضيع تستدعي أن تطرح بالبحث والشرح والبسط، وخاصة الناس اليوم في حظر، يعني أظنهم أصلا مالين، وأرجو ألا أزيد بسآمتهم. هي مجرد خواطر، يعني كنت أفكر خلال الفترة هذه أن سبحان الله كل ما يحدث في العالم من غلق مطارات، من حظر، من شح بعض السلع في بعض الدول، نتيجة مخلوق لا يرى بالعين مجردة، مجرد فيروس. هل عجز كل هالتقدم العلمي، يعني خلال 50-60 سنة الماضية بلغ العلم مبلغ تجاوز ما حققه العلماء خلال آلاف السنين، طبعا بناء على ما مضى، ولكن هل عجز يعني أمام فيروس؟ تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تسوى عند الله أو تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافر فيها شربة ماء. يعني الدنيا ما تسوى، يعني الدنيا كلها ما تسوى عند الله جناح بعوضة، يعني حتى مو بعوضة، جناح بعوضة. هذا واقعنا، كل ما في الأرض لا يسوى عند الله شيء. ولما كنت أسترجع سبحان الله وجدت أن الله سبحانه وتعالى يذل الجبابرة وسيذل الجبابرة بأحقر المخلوقات. يعني النمرود وهو أحد الذين ملكوا الأرض، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ملك الأرض أربعة، مؤمنان وكافران، الكافران النمرود ونبوخذ نصر، والمؤمنان داود وذي القرنين. الله سبحانه وتعالى قص القصة. أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. عند المسألة سهلة، أتى باثنين محكوم عليهم بالإعدام، قال خلاص هذا اعدموا والثاني اطلقوا، شفت شلون؟ أنا حيت واحد وخليت واحد. شرد عليه سيدنا إبراهيم، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هني النقطة، لما بهت هل استرجع؟ هل قال والله كلامه صح وتراجع؟ لا، لأن تكملت الآية: والله لا يهدي القوم الظالمين. لأنه ظالم لم يهده الله، بل ازداد في طغيانه وجبروته. قال لسيدنا إبراهيم: ائتني بجيشك، وهو طبعا يملك أعظم جيش في العالم، احتل العالم، فتواعد فأتى بجيشه العظيم العرمرم، ثم سلط الله سبحانه وتعالى على هذا الجيش العظيم البعوض. تصوروا، شوفوا، من أحقر المخلوقات سلطها الله سبحانه وتعالى على أعظم الجيوش. طبعا البعوض كان قد مص دماء وأكل لحوم هذا الجيش، وانتقلت بعوضة واحدة داخل أنف هذا النمرود حتى استقرت في رأسه، وكانت كلما تحركت جن جنونه، فيأمر الخادم بأن يضربها جلكم الله بالنعال على رأسه فيرتاح قليلا. استمر على هذا الوضع 400 سنة. شوفوا شلون إذلال الله سبحانه وتعالى لهذا الجبار، 400 سنة، حتى في النهاية كان يضرب بالمزاريب إلى أن أمر السياف وقال: أضربني ها هنا، حتى قتله. يا جماعة هذا في الأزمنة الغابرة، طيب في المستقبل شو اللي راح يصير؟ من الجبار القادم؟ وكيف سينتهي؟ وما الذي سيسلط عليه؟ نقول لكم القصة. اليوم لا شك أن قطبي العالم، ما نقدر نقول قطب واحد، اليوم قطبي العالم أمريكا والصين. يعني كان عندي شقيقي عادل الله يجزاه خير، وهو من أكثر الناس قراءة، بعد أول ما بدأت هذه الأزمة، أزمة الكورونا، كان يقول العالم سيتغير مباشرة بعد هذه الأزمة. من الواضح أن الصين ستحتل مركز كبير في قيادة العالم. والشيء بالشيء يذكر في 1985 اجتمع كثير من العلماء، عدد كبير من العلماء الأمريكان وبعض العلماء من أنحاء العالم، علماء في الاجتماع والسياسة ومن كل الأفرع. كان هدفهم طبعا في المعهد الوطني في واشنطن للدراسات في واشنطن، فكرتهم عام 2020 شنو راح يكون عليه الوضع. فانتهوا إلى أن أمريكا في 2020 هي أقوى دولة، ولكن ستنازعها الصين على زعامة العالم. يا جماعة شوفوا الناس شلون تفكر، هذا من 1985 يتكلمون عن 2020. على كل حال، لو ظهر هذا الجبار الجديد اللي يتكلم عنه في المستقبل وهذا كلكم تعرفونه، ثم اتحد في مقابله أمريكا والصين والهند وكل العالم، سيهزمهم كما يشرب الماء. لو ظهرت قوة خارقة أكبر من الأمريكان والصينيين أمام هذا العدو المستقبلي، أيضا سيقضي عليهم دون أن يشعر بكلل أو ملل. طبعا هم يأجوج ومأجوج، هذا اللي أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ذكرت قصتهم في القرآن.
لن يستطيع أحد أن يواجههم، بل سيكون نبي من أولي العزم عليهم الصلاة والسلام موجود ويأمره الله أن لا يقاتلهم. عيسى راح يكون موجود في ذلك الوقت ويأمر رب العالمين أن يبقى في الطور، في جبل الطور، يقول لا تقاتلهم. هؤلاء يقضون على كل شيء، بل من جبروتهم يبنون صرحا عظيما ثم يطلقون سهامهم، عدا الله أعلم تكون سهام طلقات، وينتظرون قليلا ثم ينزل هذا السهم وقد مسح بدماء، فيقولون قهرنا من في السماء وغلبنا من في الأرض، أو غلبنا من في الأرض وقهرنا من في السماء. تعرفون ما الذي ينهيهم؟ تدرون ما الذي يسلطه الله سبحانه وتعالى على هذه القوة الغاشمة الجبارة؟ الدود. تخيلوا، يخرج الله سبحانه وتعالى من خلف رؤوسهم دود، وكل واحد يطلع منه دود يأكله. يعني هؤلاء الذين يقضون على كل شيء يسلط رب العالمين عليهم أيضا حشرة. شوفوا من بداية الجبابرة النمرود كان قلنا بعوضة، والحين دود، وفي الوقت الحالي كل قوى العالم عاجزة أمام يعني شيء أحقر أيضا، فيروس. والشيء بالشيء يذكر، كنت أقرأ عن يأجوج ومأجوج، فوجئت أن الرحالة الجغرافيين العرب حددوا أماكنهم. يعني ابن حوقل متوفى في 988، الإدريسي الشريف الإدريسي متوفى في 1160، كذلك القزويني حوالي 1283 تاريخ وفاته، الأخير المستوفي 1340. لو تلاحظون ذولي أشهر رحالة العرب الجغرافيين، بين كل واحد والثاني على الأقل 100 سنة أو 120 سنة، بين الأول والأخير حوالي 350 سنة، كلهم اتفقوا على مكان محدد اللي هو شمال سيبيريا. استغرب يعني ما سبب إجماعهم على تحديد هذه النقطة بالذات على الرغم من تفاوت الأزمنة بينهم وبين بعض. وجدت التفسير الجميل جدا عند الدكتور مصطفى محمود رحمة الله عليه، يقولنا العلماء العرب الرحالة الجغرافيين استندوا في تحديد هذا المكان على القرآن الكريم. يعني القرآن لما وصف رحلة ذي القرنين إلى الغرب قال حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، هذا مغرب الشمس. يقال أن هذا المكان موجود في أمريكا حاليا، هذا ما في يعني عليه إجماع. غير المكان الثاني، قال لما وصف المكان الآخر اللي هو مكان سد يأجوج ومأجوج ما قالوا حتى إذا بلغ، أو ما قال القرآن الكريم حتى إذا بلغ مشرق الشمس، يفترض أن يقول مشرق لكن هني قال مغرب، هني قال حتى إذا بلغ مطلع الشمس. شنو التفسير أو ليش قال كذي؟ يقول هذه من الأماكن التي لا تغيب فيها الشمس. تعرفون في بعض الأماكن في العالم تبقى الشمس ساطعة لمدة أيام أو أسابيع أو حتى أشهر. لما وصل لهذا المكان وجد أن الشمس لا تغيب، بل ترتفع وتنخفض، ترتفع في جوف السماء وتنخفض، إلا أنها لا تغيب. فلم يقل مشرق الشمس بل قال مطلع الشمس. انتبهوا للآية، وهذا الدليل الثاني، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. ستر الشمس هو الليل، فمن هناك أتى بهذا التفسير، وكذلك أتى العلماء الرحالة الجغرافيين العرب بهذا التفسير. الشاهد أن حتى يأجوج ومأجوج ينتهون ويقضى عليهم من خلال حشرة من أحقر الحشرات. شوفوا وصف النبي عليه الصلاة والسلام ما قال عن المتكبر، كيف يحشر المتكبر. شوفوا المتكبرون، أعوذ بالله، الذين ينازعون رب العالمين، صفة من صفاته رب العالمين هو المتكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة على هيئة الذر، الذر النمل. وللعلم يعني أبو ذر الغفاري رضي الله عنه سمي بذلك لأنه كان رضي الله عنه يخاف على النمل، يشوف شلون مسارات النمل فيبني مثل الحاجز من الرمل. فتصور المتكبر الجبار هذا يحشر رب العالمين على شكل النملة، شكله شكل الرجل نفس شكله لكن على هيئة نملة، يطاه الناس يوم القيامة ولا يقيمون له بالا ولا وزنا. دخل الأمير الفارس الفاتح المهلب ابن أبي صفرة وهو أغنى وأشهر من أن يعرف، دخل السوق ولكن كان يتبختر في مشيته وكان كله خيلاء وكبر، فأوقفه مالك بن دينار رضي الله عنه وقال لا تمشي هذه المشية، فهذه مشية يكرهها الله ورسوله إلا بين الصفين، يعني بس وقت المعركة الواحد يظهر القوة والعزة أمام العدو. قال أما تعرفني؟ أنا المهلب، أما تعرفني؟ قال بلى أعرفك.
فأولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وما بين ذلك تحمل عذرة. ترى كل إنسان كذي، هذا حده وهذا أقصى. طبعا استحى المهلب ولم يعد لهذه المشية. فالمتكبر سبحان الله يكون أول ما يعادي نفسه وينازع رب العالمين صفة من صفاته. وقد قيل لله در الغرور ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. وجزاكم الله خير.